رشيد بلحاتي. شرطي يطلق النار على زملائه في العمل بمفوضية الشرطة بمشرع بالقصيري مستعملا سلاحه الوظيفي ما أدى إلى مصرعهم. خبر وقع كالصاعقة على أسر الضحايا ثلاثة في الوقت الذي تمكنت فيه مصالح الأمن من اعتقال الفاعل الذي كان في حالة هستيرية تجهل أسبابها. أنا أم الحيم الراشد، أنا راضية على دنيا وآخرة، ولدي مات مجاهد وشاهد خدمه الشعب وملك وطنه، أنا راضية على دنيا وآخرة. ولدي توفالي بقدير الراشد، مات شاهد وخلى لي جوج البنيات. الله اللي أعطاه والله اللي بده، الله يرحمه الله يوسع عليه. المديرية العامة للأمن الوطني قامت بإفادة لجنة مركزية تضم طبيبا نفسانيا، وتم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما انتقل المدير العام للأمن الوطني السيد بشعي برميل إلى مسرح الحادث والتقى بعائلات الضحايا.